المميز في كتاب اليوم أنه حتى يومنا هذا يستخدم في دراسة الخطط العسكرية. الكتاب هذا كتب في القرن السادس قبل الميلاد، أي أكثر من 2500 عام، من قبل الصيني سون تزو والذي كان جنرال وخبير عسكري. كانت فترة حياة سون تزو بين أعوام 551 قبل الميلاد حتى 496 قبل الميلاد، وهي فترة غير مستقرة في تاريخ الصين، وفترة حروب خاضها كثيراً سون تزو. الصين كانت مقسمة لخمس ممالك رئيسية، وكان سون تزو هو قائد في مملكة تشي. كتب سون تزو خلال حياته العسكرية مقالات يشرح فيها كثير من الأمور الخاصة بعمله، وهو ما أعجب به إمبراطور مملكة تشي والذي قرر تعيين سون تزو قائد عام للجيش. ولكن الانتصارات المستمرة للجيش أصابت الإمبراطور بالغرور، ولاحظ سون تزو بأن الإمبراطور أصبح لا يستشير من حوله بأمور الحرب، فقرر أن يجمع كل خبراته في كتاب يكون دليل الإمبراطور لفهم أمور الحروب، فجمع 13 فصل في كتاب أسماه فن الحرب. في الفصول 13 تحدث بالتفصيل عما يجب القادة اتباعه للانتصار في الحروب. أما عن عناوين الفصول 13 كانت وضع الخطط وشن الحروب والهجوم المخادع والمناورات التكتيكية واستخدام الطاقة وفن المناورة العسكرية وتنويع التكتيكات الحربية والزحف والتضاريس وأنواع الأرض التسعة والهجوم بالنار وتوظيف الجواسيس. الكتاب أساساً كان يحمل اسم كتاب أبناء السيد للأساليب العسكرية، واليوم يحمل اسم فن الحرب لسون تزو. وتزو هنا تعني المعلم، وهو لقب حصل عليه الكاتب سان وو بعد انتشار كتابه. يقال بأن كتاب فن الحرب هو كتاب غير من شكل العالم، فبفضله انتصر جيوش في حروب كثيرة، بل أنه كان يستخدم في أكثر نواحي الحياة من الحروب حتى المباريات الرياضية وإدارة الشركات. ولألفين وخمسمائة عام وهو عمر الكتاب، كان هذا الكتاب حاضر في كل حروب العالم، من حروب اليابان القديمة وخسارة نابليون والحرب الأهلية الأمريكية وحتى الحروب العالمية. يقول سون تزو في شرحه للكتاب: فن الحرب هو كتاب مهم للغاية للدولة، يمثل مسألة حياة أو موت، فنحن أمام طريقين، إما الأمان أو الخراب، فيجب أن لا نتجاهله أبدا. يرى الخبراء بأن من يدرس هذا الكتاب ويفهمه بشكل كامل وعميق فإنه سينجح في أي شيء يخوضه، سواء كان هذا حرب أو تجارة. يقول سون تزو: تجنب ما هو قوي واهجم على ما هو ضعيف. يرى سون تزو بأن الفوز في الحروب بأقل قتال ممكن هو مفتاح النصر الحقيقي. يقول سون تزو: التميز الأعظم هو كسر مقاومة العدو دون قتال. إذا كان عدوك مغرور فتظاهر بأنك ضعيف حتى يقلل من شأنك، وإذا كان مسترخي ومتجاهل خطرك فاهجم عليه ولا تجعله يرتاح، وإذا وجدت قواته متحدة فقم بمحاولة الفصل بينهم، وإذا عرفت نقاط الضعف عند عدوك وعرفت كيفية استغلالها فأنت لن تخسر أبدا. يقول سون تزو: إذا عرفت عدوك وعرفت نفسك فيجب أن لا تخاف من نتائج 100 معركة. نجد مثال لهذا الأمر في الستينات في حرب فيتنام. الحرب كانت بين الشيوعيين الفيتناميين في الشمال وقوات الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية القوة لا توجد مقارنة حقيقية بينهم. أمريكا لديها قوة عظمى في حين أن الفيتناميين شعب فقير ولا يملك القوة العسكرية. الفيتناميين استخدموا حرب العصابات لمواجهة أمريكا. هذه الخطط كانت ناجحة في مواجهة القوة العظمى الأمريكية والذين لم يفهموا خصمهم أبدا. يقول سون تزو: الأهم أن تكون أذكى من عدوك على أن تكون أقوى. الفيتناميين ألحقوا بالأمريكان خسائر عظيمة، وأيضا كانت لهم معرفة كاملة في تضاريس المنطقة والتي كانت جديدة على الأمريكان. يقول سون تزو: كل الحروب تعتمد على الخداع، فعندما نكون قادرين على الهجوم يجب أن نبدو غير قادرين، وعند استخدامنا للقوة يجب أن نظهر غير نشطين، وعندما نكون قريبين من العدو يجب أن نظهر على أننا بعيدين، وعندما نكون بعيدين يجب أن نظهر على أننا قريبين. هذه السياسة اتبعها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في معركة نورماندي. الجيش البريطاني وضع قوات وهمية في اسكتلندا لإيهام الألمان بأنهم سيهاجمون باستخدام هذه القوات من الشمال، ونشروا أخبار كاذبة لإقناع هتلر وقادته
بأن هناك 350 ألف جندي مستعد للهجوم على الدول الإسكندنافية. فقاموا بنشر مكالمات مفبركة حول هذه التحركات، واستخدموا الجواسيس في ألمانيا لتأكيد هذه الأخبار، بل أنهم نشروا بين جواسيسهم صور لجنود ومركبات عسكرية في اسكتلندا. فركز الألمان قوتهم على الدول الإسكندنافية، مما سهل عمل جيوش التحالف في معركة النورماندي. فتم تقسيم قوة الألمان في أوروبا، فهناك من يحارب الاتحاد السوفيتي، وهناك من هو مستعد للهجوم الوهمي في اسكندنافيا، ولكن الهجوم الأقوى جاء من النورماندي. هذا مثال على كيف أن استخدام أفكار سون تزو كان لها تأثير على حرب قامت بعد 2000 عام من كتابة الكتاب. كتاب فن الحرب ترجم ل 29 لغة، وكان نابليون بونابرت هو أول من استخدم تكتيكات الكتاب في حروبه بعد أن ترجمه له المنصر الفرنسي إيموت. إذا عجبك المحتوى ادعمنا من خلال الاشتراك. ممكن تشوف فيديوهات أخرى لورق من كتاب أو فيديو من مواضيع قناة ورق المنوعة.